حلقة جديدة من كشك الصحافة، أهلا بكم مشاهدينا وإلى العناوين. من المواقع المحلية، الحوثيون يمنعون 220 طالبا من السفر للدراسة في عدن. في شأن العربي، المعتصمون يشعلون الضوء في شوارع الخرطوم بهواتفهم. ومن أخبارنا المنوعة، ألمانيا تطلب شرطة لمصفف شعر أخفق في صبغ شعرها. تباينت المعلومات الواردة حول ما شهدته أمس صنعاء، حيث نقل موقع المصدر أونلاين عن قناة الحدث السعودية قولها إن مقاتلات التحالف شنت غارات على معسكر الشرطة العسكرية في سعوان، والذي حولته الميليشيا إلى معسكر تدريبي ومخزن للأسلحة لقربه من الأحياء السكنية وفقا للقناة، فيما أفاد سكان محليون بسقوط ضحايا مدنيين جراء انفجار وقع بالقرب من مدرسة الراعي للبنات بسعوان، بالإضافة إلى تضرر عدد من المنازل. من جهة أخرى، أفاد المتحدث باسم قوات الحوثيين بسقوط قتلى وجرحى لم يحدد عددهم، وأضاف أن الغارات تسببت بسقوط طالبات في غارات التحالف على مناطق سكنية في سعوان. فيما قال سكان محليون إن مقطورة محملة بالغاز انفجرت في الموقع المذكور عقب ما يعتقد بأنها غارات لمقاتلات التحالف. وتطاول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر انفجارات لاحقة بعد دخان متصاعد من الانفجار الأول. وأكدت وزارة الصحة التابعة للميليشيا الحوثي مقتل 9 مواطنين وإصابة 34 معظمهم من الطالبات جراء قصف التحالف وفقا لبيان أصدرته الوزارة. بات وضع القضاء والعاملين في هذا السلك متغيرا من سيء لأسوأ في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي. موقع الصحوانت وفي أبرز عناوينه قال: الحوثيون يصدرون تعميما بمنع طلاب معهد القضاء من السفر للدراسة في عدن. وتضمنت القائمة التي صدر قرار بمنعهم من السفر إلى العاصمة المؤقتة بعدن 222 طالبا حسب المذكرة الحوثية. وبحسب المذكرة، فقد طلب مدير أمن صنعاء المعين من قبل الحوثيين من جميع الأجهزة الأمنية في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي احتجاز ومنع المذكورين من السفر إلى عدن. فيما أعلن مجلس القضاء الأعلى في مايو الماضي إيقاف الدراسة في المعهد العالي للقضاء في صنعاء، ونقل مقره إلى العاصمة المؤقتة عدن. قراءة في مظاهرات تعز تحت هذا العنوان، كتب عبد الهادي العزعزي مقاله الذي تنشره بلقيس. أثبتت تعز أنها المتنفس الوحيد، بل المدينة الوحيدة التي لم تسقط السياسة فيها في حين سقطت في مدن عريقة في المدنية كعدن والمكلا في حضرموت، حيث أنها المنطقة الوحيدة التي لم تتحرر تحريراً كاملاً بعد كمدينة. أثبتت مؤسستا الأمن والجيش أنهما مؤسستان تتجهان نحو ترسيخ الحياد في الممارسة السياسية، مما يؤهلها لتكون مؤسسة وطنية احترافية لا تتدخل في مؤسسات تنظيم المجتمع لممارسات الحقوق السياسية المدنية. إن مرور المظاهرات دون أي اختلالات شهادة كافية لمؤسستي الأمن والجيش بأنهما تتجهان للحياد وتحترمان حق المجتمع في ممارسة حقوقه السياسية وتلتزم بحماية ممارسة هذه الحقوق. إنما أثبتته مظاهرة الأمس ومظاهرة الأسبوع الماضي ما هو إلا شهادة باحترام المناخ الديمقراطي والتقيد بأحكامه، حيث قامت مؤسسة الأمن بحماية المظاهرات بالرغم من رفع شعارات ضد قيادات المؤسستين الأمن والجيش، لكن احترام الأفراد لواجبات مؤسستهم جعل المظاهرات تمر دون تسجيل أي احتكاك يذكر. وعليه فإن تعز كمجتمع يراهن عليه في حماية التوجه الديمقراطي والحفاظ على هوية النظام السياسي رغم الأوضاع التي يمر بها في جوانب حياته المعيشية وأزماته المتراكمة، مما يفرض تقدير هذا الوضع ويدعو قيادات العمل السياسي والإداري والعسكري للمزيد من تعزيز قيم وثقافة المجتمع الديمقراطي وإدانة خطابات التحريض والكراهية وإعادة تنظيم المجتمع وتعميق لغة الحوار وترقية لغة الخطاب والاحتكام للقانون والإيمان بالاختلاف والتنوع. يجب علينا أن نتكاتف لإنجاز التحرير والحفاظ على دور هذه المحافظة المتقدم في إعادة رسم استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب للوصول إلى اليمن الاتحادي الديمقراطي وإخراجها من دوامة الحرب المفروضة من قبل جماعة الانقلاب الميليشياوي السلالي الحوثي، وإنجاز تحريرها ودحر الميليشيات الانقلابية كضرورة ملحة اليوم.
وصحيفة الأيام تعنون حول أكثر اليمنيين معاناة من الحرب، وتقول شباب الحديدة وتعز أبرز ضحايا الحرب. وقالت الصحيفة إن هناك العديد من أوجه المعاناة الشباب في المحافظتين، وأبرز تلك الأوجه توقف العملية التعليمية، حيث لقيت المؤسسات التعليمية نصيبها من التدمير. جامعات كثيرة ومدارس بعضها دمرت، وبعضها الآخر حولتها الميليشيا لتكنات ومدارس. وقالت الصحيفة إن كلية الطب في جامعة الحديدة أولى الكليات التي دمرت بالكامل بعد أن حولتها جماعة الحوثي إلى مخزن الأسلحة. لم يبقى منها إلا بوابتها واسمها الذي بقى شاهدا على دمار حرب لا ترحم. المدارس هي أيضا تعرضت للتدمير، وكثير منها تحول لتكونات عسكرية، الأمر الذي جعل كثيرا من الأسر تخشى على أبنائها من الذهاب للمدارس وتوقف الكثير منهم. قصة جنازتين العرب ما بين بيجن وبيريز، تحت هذا العنوان نشر موقع العالم بالعربية مقالا قارن فيه بين العلاقات التي كانت مع إسرائيل وكيف هي اليوم. كلاهما ولد في روسيا البيضاء ونال جائزة نوبل للسلام، وبعد حياة حافلة بالإنجاز في خدمة الاحتلال مات الأول بأزمة قلبية يوم 9 مارس 1992، والثاني بجلطة دماغية يوم 28 سبتمبر 2016. ورغم الجدل الصاخب الذي شهدته الساحة العربية خلال اليومين الماضيين اعتراضاً على تعزية دول وشخصيات عربية في وفاة بيريز، ينبغي التذكر أن عدد القادة العرب الذين حضروا جنازة رابين كان أكثر، وأن رئيسي الأردن ومصر لم يحضرا جنازة الأخير، بينما حضر أسلافهما جنازة سلفه، وأن الغطاء الدبلوماسي حينها أكثر مواتاة منه اليوم بعد قرابة 20 عاما. وفي مواجهة السؤال المتعلق بمستوى التقارب الرسمي العربي الإسرائيلي الذي لم يعد سراً، يبرز سؤال آخر لا يقل أهمية يرتبط بالرأي العام العربي ومدى صلته بمستوى التمثيل العربي الذي اقتصر على وفود حفنة قليلة من الدول العربية. صحيح أن مستوى المشاركة لا يعبر بدقة عن حقيقة العلاقات العربية الإسرائيلية، كما أكد معهد واشنطن في تحليل مبكر خاصة في عصر ما بعد الثورات العربية المضادة، لكن ردود الفعل الشعبية الصاخبة تؤكد الحقيقة التي وإن نسيها العرب أنفسهم تحت وطأة التطورات الرسمية لا يفتأ المراقبون الأجانب والإسرائيليون بشكل خاص يكررونها. الغالبية العظمى من الشعوب العربية لا تزال معادية لإسرائيل. رغم الموقف الدولي المتساهل مع الاحتلال، تنظر غالبية شعوب العالم إلى إسرائيل بسلبية. بحسب الاستطلاع الذي أجرته هيئة الإذاعة البريطانية عام 2012 لاستعراض آراء مواطني 22 دولة، وفي البلدان الآسيوية يتزايد عداء الرأي العام تجاه إسرائيل، حيث لا ينظر لها بإيجابية في الصين سوى 23% فقط من الشعب، فيما ارتفعت نسبة العداء لها في كوريا الجنوبية بنسبة 15%. أما الرؤساء والوفود الأجنبية والعربية التي قدمت العزاء في بيريز فقد كانوا بحاجة إلى إجراءات أمنية مشددة لحمايتهم من ذئب منفرد أو خلية منظمة، لدرجة تطويق الجنازة بسياج من الصلب. وفي الأخبار المنوعة التي نطالعها في صحافة اليوم ما نشرته صحيفة القدس العربي والتي عنونت المعتصمون يشعلون الضوء في شوارع الخرطوم بهواتفهم. وقالت الصحيفة رسم المحتجون المطالبون بتنحي الرئيس السوداني عمر البشير لوحة ضوئية غطت مساحة الاعتصام الذي أعلنوه أمام قيادة الجيش وعلى مقربة من مقر البشير. تفيد الصحيفة قام المعتصمون بإضاءة هواتفهم الذكية لمواجهة انقطاع التيار الكهربائي وكرسالة على حشدهم الكبير. وفي وقت سابق أعلنت وزارة الموارد المائية والري والكهرباء السودانية عن انقطاع كامل للكهرباء في البلاد يوم الأحد دون تقديم تفسير لهذا الانقطاع، لكن الكهرباء عادت لاحقا إلى بعض المناطق. الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة وصل أثره إلى كل المجالات وفقا لصحيفة الحياة اللندنية. نقل حيوانات حديقة غزة إلى الأردن. وقالت الصحيفة إن منظمة للرفق بالحيوانات أخرجت أكثر من 40 حيوانا من حديقة في رفح جنوب قطاع غزة تمهيدا لنقلها إلى الأردن في عملية هي الأكبر من نوعها للمؤسسة سببها ظروف مروعة.
وتأتي هذه المبادرة في محاولة لإنقاذ الحيوانات من الظروف المروعة التي كانت الحديقة تواجهها. وأخيرا ونقلت الحيوانات 43 وبينها 5 أسود في شاحنات. وصرح المتحدث باسم المنظمة مارتن باور إن العملية شملت أنواعا مختلفة من الحيوانات، بينها ذئاب وثعالب وكلاب وقطط ومجموعة من العصافير وضبع. قال المتحدث كان يفترض أن تتم العملية في نهاية مارس، لكن إغلاق معابر القطاع حال دون ذلك. وقال فتحي جمعة صاحب حديقة حيوانات رفح من جانبه: اعتنيت بالحيوانات كما لو كانت أطفالي، لكن للأسف لم توفر لها العناية الصحية اللازمة، وخصوصا المريضة والتي تحتاج لعلاج في الخارج. وعبر جمعة عن حزنه لنقل الحيوانات قائلا: الظروف الاقتصادية التي يمر بها قطاع غزة أجبرتني على إرسالها إلى الخارج، ولا يوجد بديل، وهذه خسارة كبيرة. مشهد فكري مختلف. تحت هذا العنوان كتب علاء الدين أبو زينة مقاله المنشور في صحيفة الغد، مضيفا: لا يسع المتابع للمشهد الفكري في الغرب سوى أن يعجب بعروضه، وليس مراد هذا الإعجاب بالضرورة أن يكون المرء مستشرقاً مهووساً بالآخر الفوقي والمتفوق على طريقة بعض أنباء المستعمرات، وإنما الإعجاب بالطرائق والمنهجيات التي يتمكنون فيها من استشراقنا في مقابل افتقارنا لشيء مناظر يتيح لنا الدفاع على الأقل، إذ لم يكن امتلاك قولاً في مسارات الأشياء ومآلاتها في هذا العالم. ولعل من أهم مقومات هيمنة الولايات المتحدة عالمياً مثلاً كثرة المتاح من هذه المدخلات والتحليلات، واستشهاد دائماً بمثالين على ما يصنعه مقال في مجاله في تحديد الوجهات العالمية. الأول مقال فرانسيس فوكوياما نهاية التاريخ، الذي نشر صيف العام 1989، ثم تطور إلى كتاب نهاية التاريخ والإنسان الأخير. واقترح فوكوياما فيه أن الديمقراطية الليبرالية هي المرحلة النهائية من التطور الأيديولوجي للإنسان، وأنها المرشحة للانتصار على بقية الأفكار والمبادئ وتصفيتها. والثاني هو مقال سامويل هانتنكتون صدام الحضارات، وقد تطور المقال فيما بعد ليصبح كتاب صدام الحضارات وإعادة تشكيل النظام العالمي. وفي أطروحته يعارض هانتكتون تلميذه فوكوياما ويقول إن نظرية صلاحية الديمقراطية الليبرالية قاصرة، وإن صراعات ما بعد الحرب الباردة لن تكون بين الدول القومية والفروقات السياسية الاقتصادية فيما بينها، وإنما الاختلافات الثقافية هي التي ستكون المحرك للصراعات البشرية. بذلك سيدور الصراع بين حضارات 7، منها الحضارة الغربية، الحضارة الإسلامية كان اعتقاد الغرب، وعلى رأسه الولايات المتحدة بالصلاح الذاتي وامتلاك الأيديولوجيا الأخيرة والفضلى، ذريعة للتبشير بهذه الأيديولوجيا ونشرها حتى لو باستعمال القوة. وكانت فكرة حتمية الصراع بين الحضارات على أساس الاختلاف الثقافي عنوانا لما أصبح الصراع المفتوح الراهن بين الحضارة الغربية والحضارة الإسلامية، والذي طغى على أي صراعات أخرى محتملة بين الحضارات. وكانا في العقود الأخيرة متأثرين مباشرين بالسياسات التي استلهمت هاتين الإطروحتين. اتصلت سيدة ألمانية برقم الطوارئ الخاص بالشرطة للإعراب عن عدم رضاها عن أداء مصفف الشعر الخاص بها في صبغ شعرها، وتداولت الصحافة خبر الاتصال، وعنونت صحيفة الشرق الأوسط: ألمانيا تطلب الشرطة لمصفف شعر أخفق في صبغ شعرها. وقال متحدث باسم الشرطة بمدينة لوبك شمال ألمانيا إن المرأة تحدثت مع أفراد الشرطة بانفعال، وقالت لهم إن مصفف الشعر قام بإعادة صبغ شعرها 3 مرات. وأضافت الشرطة أن المرأة أوضحت أيضا أنها توجهت إلى الشرطة لأنها لم تعد تعرف ما يمكنها فعله. ونصحت الشرطة المرأة المتضررة رفع دعوى مدنية للمطالبة بتعويض عن الضرر ضد مصفف الشعر. وفي خبر فني شهد تفاعلا في الإعلام العربي، قال موقع مجلة سيدتي إنه بين الأصالة والمعاصرة بلقيس وأحمد فتحي في ليلة غنائية استثنائية في الكويت، حيث اجتمع الموسيقار اليمني أحمد فتحي وابنته النجمة بلقيس في أمسية فنية مشتركة. وسهل الفنان أحمد فتحي الأمسية بأغنية حبيبي تعال، كلمات محمود الحاج واللحن من التراث اليمني. وانتقل الموسيقار فتحي بعدها إلى 3 أغاني يمنية تراثية، كان منها أغنية صنعانية من كلمات الشاعر الدكتور عبد العزيز المقالح. أما بلقيس فبدأت وصلتها بأغنيتها الشهيرة مجنون أحب غيرك،
وتبعت بأغنية من أعمال الراحل أبو بكر سالم، وقدمت النجمة الشابة أغنية يا هلي من أعمال العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. وجمعت الفقرة الأخيرة من الحفل بلقيس ووالدها في الغناء الثنائي بأغنية يا هزلي كلمات مطهر الإرياني واللحن من التراث اليمني. وشهد الحفل الغنائي حضورا جماهيريا كبيرا توافد الاستماع بالأمسية من مختلف البلدان العربية. جولتنا المصورة من صحافة الجارديان البريطانية، حيث ركزت الصور على بعض من الظواهر والأحداث التي التقطها المصورون. كما نعرض الأحداث من وجهة نظر أخرى ليست للمصورين، هذه المرة لرسام الكاريكاتير والذين عبروا بطريقتهم عن مختلف الأحداث. بهذه المجموعة من الصور والرسوم الكاريكاتير نكون قد وصلنا إياكم إلى ختام هذه الحلقة من كشك الصحافة. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.